أخبار الرياضة مشاهدينا تأتيكم مباشرة من الشروق نيوز، أهلا بكم. بداية وفي خبر وفي اتصال حصري مع شروق نيوز، فتح رئيس الفاف السابق محمد الوراوة فتح النار على رئيس الفاف الحالي خير الدين زطشي، مطالبا إياه بتحقيق ولو القليل من إنجازاته. أنا بعيد كل بعد على هذه الأمور. رئيس الاتحاد الجديد كبير وعنده إمكانيات أنه يتكلم مع رئيس الرابطة، ورئيس الرابطة محترف وإطار كبير، يعرف مصلحته، وماشي أنا اللي راح ندخل ما بين الناس في هذه الأمور. اللي يقول هذا الكلام كله كذب، وما يحبوا غير يسووا الفتنة ما بين الناس. أنا بالنسبة لي رئيس الاتحاد لما يقول لقى وضعية كارثية، خليت له 750 مليار، خليت له أكثر من مليون دولار، خليت له عمارة جديدة مطر، خليت له في سيدي موسى اللي تبنات بفضل الدولة ورئيس الجمهورية وإحنا وصلنا التنمية تبعه، خليت له تنظيم، خليت له كل ما هو ممكن. كان يقول انه ما هناك ما فيش ناس في على مستوى المؤسسات القاريه والدوليه، هذا لانه ما يعرفش يحسب بالعدد تاع الناس اللي موجوده في مختلف اللجان اللي موجوده سواء في الكاف او مستوى الاتحاد العربي، والان الجماعه اللي موجودين في مصر للبطوله العربيه كلهم موجودين من زمان في اللجان المعاونه للاتحاد العربي. فان شاء الله هي يسكت علينا ويلتهب شغله ويبين لنا واش يقدر يسوي، ويدينا مرتين الكاس العالم، ويدينا كل سنتين الكاس العالم، ويكسب كاس افريقيا، ويقول نكسب كاس افريقيا. ان شاء الله يكسبه، ماهوش ليه هو ولكن للفريق وللجزائر ان شاء الله. ونتمنى ان النجاح لكل واحد، ونتمنى انه هذه الامور تنتهي والناس تشتغل. هذا مثل هذه الامور لما نسمع تغيير في اللوائح لانديه الهواه، يعني ولا حد عنده حق يغير القانون البطولات، لانه تبدأ جمعيه عامه من مده في اسمها في عنابه، تغييرها لازم يتم عن طريق الجمعيه العموميه، وقرارات المحكمه الرياضيه مثل ما طلع في خصوص بعض الانديه والرابطات لابد ان يطبق، لانه هذا القانون، قانون الرياضه واللوائح تبع الفيفا او اللوائح تاع الاتحاد الجزائري، ينصوا على احترام وتطبيق قانون، تطبيق قرارات المحكمة الرياضية. ولذلك من الأحسن أن كل واحد يلتهب شغله ويلتهب بالتسيير الكرة في ظروف هادئة، ويلتهب بالفريق الوطني في ظروف هادئة، ويبعد على هذه المشاكل كلها، لأنه احنا رانا بعيدين على هذا. ونتمنى احنا كل النجاح للكرة الجزائرية، موجودين ولا غير موجودين. هذا ونفى محمد الوراوة الاتهامات التي طالته بخصوص تمنياته بتأهل النادي الأهلي على حساب نصر حسين داهي. أو ستتابعون هذا التصريح بعد قليل. هذا وأكد، نعم أو كشف الوراوة أنه ليس بإمكان أي شخص توقيف مشروع فندق الفاف ما عدا الجمعية العامة. لا، ما يمكن واحد لأي واحد يلغي المشروع هذا، ولا رئيس الفاف ولا المكتب الفيدرالي. هذا قرار من الجمعية العامة، واعتمدت الميزانية تاعه، واعتمدت إنشاء شركة لتسييره، ودارت دراسة ممولة من طرف الاتحاد الدولي بمليون دولار، وقررت الجمعية العامة إنشاء شركة ورأس مالها 100 مليار من سنتيمات تبع الجزائرية. ولا واحد عنده حق يلغيه إلا الجمعية العمومية في اجتماع آخر، والميزانية اعتمدت من طرف الجمعية العمومية، ولا واحد يقدر يغيرها بدون قرار ثاني من الجمعية العمومية. فاللي يحب يغير أي حاجة يستدعي جمعية عمومية، ولا ينتظر الجمعية العمومية العادية لتقديم تغيير هذه القرارات. وبيني وبينك هذا المشروع كان، وكنا تحدثنا مع الجهات المعنيه في الدوله، وعاونتنا الحكومه على راس وزاره الشبيبه والرياضه مشكوره لتغيير القانون، لانه في البدايه القانون تاع الجمعيات ما يسمحش للجمعيات انه يتاجروا ويديروا فوائد، فغيرنا القانون في قانون الماليه تاع 2016، والوزير الاول مضى مرسوم
بالتطبيق، وكل هذه الإجراءات اتخذت من أجل بناء هذا الفندق، لأنه هو دراسته المالية اللي سواها نائب الرئيس الفاف اللي كان موجود ذاك سيد درجاف اللي هو اليوم عرض حادث المكتب، وهو اللي دار الدراسه الماليه هو اللي كان يشرف على الاجراءات. ولحد الساعه انا سمعت انه كنا اخترنا شركه البناء لحد الساعه ولا شركه اختيار المصداقيه تاعنا تجاه المؤسسه. عودة إلى تصريحات رئيس الفاف السابق محمد راوراوا الذي نفى لشروق نيوز الاتهامات التي طلته بخصوص تمنياته بتأهل النادي الأهلي على حساب نادي نصر حسين داني. كان هذا التصريح، وأكد ذلك الصحافي بالقناة اللي التقط في التصريح أمس مباشرة على أحد القنوات الجزائرية، انه التقط هذا التصريح بعد يوم واحد من الجوله الاولى للبطوله، يعني قبل ما يلعب النهد المباراه الثانيه تبعه تبع الفيصلي. وهذا طبعا كان سؤال لي كرئيس اللجنه المنظمه للبطوله، وسالني عن الانديه المصريه بعدما كان نادي الزمالك تعادل وقلص حظوظه للوصول الى المربع. فقلت له هذا الكلام، الزمالك في صعوبه، نتمنى ان الاهلي يواصل لانه هذه فائده البطوله. نعم. بينما كان النادي الحسن بي لسه ما لعبش المباراه الثانيه تبعه مع الفيصلي، لو كسب المباراه تبع الفيصلي كان يتاهل وكنا نفرح كلنا. نعم. دليل هذا الجماعه اللي يتكلموا عن الموضوع كلهم عندهم حسابات في الصف، هذا واحد بعض المرات نصعب باش نذكر اسمه، هذا زين حاجه هكذا يتكلم على امور ما عنده حتى درس يعطيني اي واحد فيهم في الوطنيه، لانه الوطنيه انا نعرفها احسن منهم، ومصالح الانديه الجزائريه والفرق الوطنيه نعرفها الاحسن. تطلبوا رئيس حسن داي والرئيس الوفد الحاج الحلو سي والزميلي وسي الحلو يقول لكم هما شخصيا واش باي طريقه عاونتهم في امور كانوا ما يقدروش يحلوها وحدهم، مثل التاشيرات في اخر لحظه، انا دخلت لاعبين في اخر لحظه بدون تاشيره، دخلت لاعبين في القائمه تاعهم بعد ما كان انتهت فتره التسجيل، سهلتهم امورهم في اقامه تبعهم في القاهره الى اخره، كاين امور ما لازمش نذكرها. فمن الاحسن تطلبوا للرئيس النادي ولا رئيس الوزراء. بينما كاين واحد المسير قديم معاهم في القاهره، طبعا اغتنم هذه الفرصه، لماذا يقطع فيها؟ لانه انا حكمت هذا زمان يرشي في الحكام وقدمت شكوى للعداله ضده، هو باقي قيد التحقيق الملف تبعه في العداله، ولذلك صارت له فرصه باش ممكن يقطع فيها، ولكن انا ولا هو ولا هذا زين ما نشعر ايش ما يغير ولا شعرا من راسي، لانه انا احسن منهم في الوطنيه، وانا نعرف الوطنيه احسن منهم، وطبعا الناس كلها تعرف التاريخ ايش انا سويت مع حتى في هذا البلد وبلدان اخرى. واضح جدا سيد محمد راوراوا. للاسف الناس حابه تصفي حسابات عن تاريخ هذا، انا بعيد كل بعد على هذا الناس. إلى موضوع آخر، وفي أخبار الخضر انطلق الأحد معسكر المنتخب الوطني للمحليين بمركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى استعدادا للمواجهة المزدوجة ضد منتخب ليبيا لحساب تصفية البطولة الإفريقية لشاني 2018 المقررة بدولة كينيا. هذا وحضر 26 لاعبا من بين 26
استدعاهم الناخب الوطني لوكاس الكراز للالتحاق بهذا التربص الذي سيدوم لغاية 8 أوت القادم، وستسافر بعضها العناصر الوطنية إلى قسنطينة يوم 9 أوت من أجل خوض مباراة الذهاب أمام المنتخب الليبي المقررة يوم 12 أوت بملعب الشهيد حملاوي، على أن يعود المحليون في اليوم الموالي لاستكمال تربص سيدي موسى قبل شد الرحال يوم 16 أوت إلى صفاقس التونسية لمواجهة المنتخب الليبي في مباراة العودة.